فهنا غادي ناخدو الطرسان. هاد الطرسان هذا هو اللي تيديروا به العقاد. غادي نعقدوه هنا في النهايه ديالو. هاد العقده خاصها تكون كبر من الحجم ديال هاد العوينه هادي باش ما يخرجش يعني من وسط هاد العين، واللي خافت انها يعني تسرب فتقلب الثوب هاد الشكل هذا. يعني تاخد هنا دخل هنايا تحط دير الطرسان ديروه هنا وتثبتو بالابره والخيط، تبتو هنا مزيان بالابره والخيط، عاد غترجعو تخدم لان احنا غادي نخدمو بهذا الشكل. هاد الطرسان تيعطي واحد الجماليه بهذا الشكل هذا. ها هو الطرسان عندنا في هذا الاتجاه، فغندخلو الابره في هذه العوينه وغنطلعوها في هذه العوينه الاخرى. نبقاو هنا بحال غير تنخيطو. هنا الطرسان راه تيتلوى ولكن سيروا معايا غير بشويه بهذا الشكل هذا. رجعوا كذلك لهنا وطلعوا الابره من هاد العوينه الاخرى. هنا لاحظوا انه غير انت كدير تجري كيبدا يتلوى، فوضعوا الابره، وضعوا الابره بهذا الشكل. وهنا استمروا في نفس العمليه. انا غنوريكم فيديوهات اخرى فيهم طرق اخرى باش نزينوا هاد الخدمه هذه، يعني ما كاينش غير هاد الطريقه هذه. غنوريكم طرق اخرى كيفاش تزينوها بالطرسان وكيفاش تزينوها يعني بالحرير كذلك. نستعملوا حتى الحرير تزيين هذا العمل هذا. انا غنحاول نوضع لكم جميع الفيديوهات اللي جميع الطرق اللي ممكن نزينوا بهم هاد الخدمه. طبعا حال الطرق ما تنتهيوش، طرق لا نهايه لهم، لان الانسان دائما تيبدع الجديد. هنا انتبهوا معايا مزيان، اللي عجباتها هاد الطريقه هذه تخليها، اللي بغى تضيف عليها اضافات نوريكم هنا الطريقه. رجعوا لهنا لهاد يعني هاد العين ديال الابره، نخدموا هنا بالمقلوب. خذوا معايا هنا الابره بهذا الاتجاه، لاحظوا معايا هنا ندخلوها في وسط هاد جوج الخيوط. تابعوا هنايا معايا مزيان، فرجعوا ندخلوها ما بين هاد جوج الخيوط. لاحظوا ان هنا كتعقد لينا واحد العقده هنا. الا بغيتوا تضيفوا يعني هاد الطريقه هذه، انا بغيت نوريكم كاع الطرق باش كل وحده تاخد الحاجه اللي عجباتها، الطريقه اللي بانت لكم مناسبه. فنرجعوا دائما كما قلت لكم، انتبهوا هنايا معايا مزيان، فالخيط ها هو من هنا، فاحنا غادي نطلعوا ما بين هاد الجوج اتكون عندنا. كنرجعوا دائما في هاد الخيط، في هاد الخيط هذا اخر حاجه خدمناها هي هاد الخيط، ترجعوا فيه وتناخدوا الخيط اللي حداه. هاد الشكل هذا حتى هو تيجي مزيان. اللي بغى دير الشكل الاول او هاد الشكل هذا، كل واحد ياخذ الشكل اللي عجبه. كنتمنى ان هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب ومشاركه الفيديو. الفيديوهات القادمه غنوضع لكم نفس هاد العمل ولكن بطرق تزيين مختلفه.